المقطع ده يا شباب ان شاء الله هنذاكر مع بعض ازاي to analyze a family pedigree. مبدئيا كده لازم في بعض المصطلحات اللي نكون عارفينها. يعني ايه pedigree؟ زي ما انت شايف كده pedigree ده بيبقى شرط، يعني رسمة بتشوف او احنا بنستخدمها في مجال الوراثة عشان نشوف الكورس بتاع تريت معين وصفة معينة وديسيز معين across generations. زي ما انت شايف مثلا الرسمة دي بتعبر عن مرض محدد موجود في الجنريشن رقم 2. هنعرف بالتفصيل ازاي نعرف ان ده جنريشن رقم كذا، وازاي نعرف ان ده ديسيز، وازاي نعرف ان ده كارير وما الى ذلك. ولكن زي ما انت شايف هو في ايه، في انتقال المرض عن طريق 2 حاملين للمرض، زوجين حاملين للمرض. وهنا في البوبوليشن او الجنريشن رقم 2 هتلاقي في ناس افكتد وناس نوت افكتد، وفي الجنريشن رقم 3 هتلاقي في ناس حاملين المرض. يبقى اذا رسمه وضحت انتشار وانتقال المرض والكورس بتاع المرض اكروس جنريشنز، دي بنسميها بيديجري. وطبعا زي ما انت شايف بتترسم بطرق محدده، هناخدها بالتفصيل السلايد الجاي. لازم نبقى عارفين الفرق ما بين الجينوتايب والفينوتايب، ودي يعني مصطلحات ممكن تكون نظرية برضو، ولكن احنا بنقولها هنا في الحتة دي عشان تبقى انت فاهم. يعني هو الجينوتايب والرسمة دي هي بتمثل ايه؟ بتمثل فينوتايب. يعني لما يكون ده ديزيز ما ده فينوتايب، كويس كده. اختلاف الفيزيكال كاركترستكس في المورفولوجي مثلا، زي لما بندرس مرض داون ولا حاجة المورفولوجي بتاعه مختلف، ما ده تأثير في الفينوتايب. حتى الفونكشن بتاع النورمال فانكشن لما يحصل لها تأثير وتبقى ديزيز ويبقى فيه باثولوجي، ما ده برضو بنسميه فينوتايب، كويس. طيب الناحية التانية اللي هو الجينوتايب بقى، الجينوتايب هو اختلاف على مستوى الجينات. وطبعا انت عارف اللي احنا عندنا 2N في الست بتاعتنا، يعني اللي هو حزمة كده الكروموسومات اللي عندنا، عندنا 2N. يعني تقدر تقول ان من كل جين في ايه، في 2 alleles، تمام كده، alleles نظير للجين، واحد هنا وواحد على الكروموسوم الثاني. وبالتالي لما يبقى عندك allele dominant، يعني بنرمز له بالحرف الكابيتال، ده عندك allele dominant، ده معناه ايه؟ قال لك ده معناه ان الدوميننت ده بيظهر وبيبين وبيؤدي الى التأثير بتاعه. يعني نقدر نقول كده الكلمة دي unconditionally. يعني ايه unconditionally؟ يعني one gene one allele يعني يقدر يودينا في الاخر للفينوتايب الديسيز، تمام كده. لكن الريسيسيف بقى، لما يكون في قليل ريسيسيف، يقول لك لا، القليل الريسيسيف ده ما يقدرش يبين نفسه الا اذا الدوميننت قليل غير. يعني لو انت عندك قليل بالمنظر ده الدوميننت، وقليل تاني ريسيسيف، ده ما يبينش في وجود الايه الدوميننت ده. لكن امتى يبان؟ امتى يبان؟ لما يكون في القليل الايه ريسيسيف زيه، فيبقى ساعتها بقى الريسيسيف ده يبين ايه، يبين نفسه، كويس. يبقى ده الفرق ما بين الدوميننت قليل والريسيسيف قليل. حتى كان احد الزملاء يعني مره بيسالني بيقول لي ليه الريسيسيف بيبين نفسه في عدم وجود الدوميننت. الاجابه هي اكيد الجين ده والقليل ده بيطلع في الاخر ايه، بيطلع في الاخر بروتين، مش كده. البروتين ده هيؤدي الى النورمال، اما نورمال فانكشن او اما ديسيز. يقول لك ان الدوميننت بيطلع بروتين بيشتغل لوحده كده، او بيشتغل والتأثير بتاعه بيبان بدون الحاجة الى اي شيء اخر، الى عوامل اخر. لكن الريسيسيف لما بيطلع البروتين بيبقى الدوميننت بيعمل انهبيشن لهذا البروتين، ما بيخلوش ايه، ما بيخلوش يؤدي الى الوظيفة بتاعته او الفينوتايب بتاعه، كويس. امتى يظهر بقى؟ لما الدوميننت ده يختفي، فساعتها الريسيسيف يؤدي الى البروتين اللي يظهر هذا الفينوتايب. يعني ببساطة كده عشان نبقى احنا ايه فاهمين القصة يعني. طب الهوموزايجوس بقى والهيتروزايجوس. الهومو يعني حاجات متشابهة، يعني لما يكون في 2 قليل، لإما مثلا 2 دوميننت قليل، الاثنين 2 قليلز دوميننت او 2 قليل ريسيسيف، ده نسميها ايه هوموزايجوس، يبقى شبه بعض. ولكن الهيتروزايجوس لما يكون في ايه، لما يكون عندك مثلا 1 دوميننت والتاني مثلا ايه والتاني ريسيسيف، يبقى ساعتها ايه، يبقى ساعتها ده بنسميه هيتروزايجوس.
طب لما يكون التريتس دي والاليلز دي محموله على كروموسومات جسديه او اللي بنسميه اوتوسوم، اللي هو يعني من الاخر مش 6 كروموسوم، ساعتها ده نسميه ايه؟ اوتوسومال تريت. يعني صبغه كده وسمه، سمه محموله على كروموسوم جسدي، اوتوسومال تريت. لكن لما بنلاقي ان التريت ده محمول على 6 كروموسوم، يبقى ساعتها نسمي القصه دي نسميه 6 لينكد تريت، مش كده؟ يبقى نقدر نقول ان محمول على لا اما الاكس او لا اما الواي. كويس، يبقى ده الفرق برضو ما بين الاوتوسومال تريت والسكس لينك تريت، زي ما قلنا الفرق ما بين الهوموزايجوس والهيتروزايجوس، زي ما قلنا الفرق ما بين الدوميننت والريسيسيف، الجينوتايب والفينوتايب. كل دي حاجات لازم تبقى فاهمها عشان في الاخر تفهم البيدجري ازاي. في بعض السيمبلز ونقدر نقول الاشكال اللي احنا المفروض نبقى فاهمين معناها، عشان ممكن اي واحده من دول تيجي سؤال في الامتحان يقول لك ده معناه ايه، او يجيب لك بيديجري وتبقى انت بتعرف تقراه. يعني لما تلاقي دايره بالشكل ده كده في فاميلي بيديجري، يبقى يقصد بقى واحده ست، تمام. حتى المربع دايما كده الايه الشارب كده، الشارب ايدجد، يعني تحس كده ان شارب ايدجد وحاجات كده زوايا وبتاع، ده ايه؟ ده راجل، صح كده؟ لكن الفيميل الكنتار ده بيبقى ايه؟ بيبقى ست. يعني حتى الاشكال اللي هم عاملينها فيها علاقه بالمورفولوجي بتاع الراجل او الست. لما يكون في واحد لا اما راجل لا اما ست افكتد، يعني عنده المرض، يبقى ساعتها هنظلل الشكل ده، يعني كانه كده ايه؟ المرض طابع عليه، واخد بالك؟ يعني لما يبقى ميل المرض طابع عليه فنظلله كده، لما يبقى واحده ست المرض طابع عليها فنظلله ايه؟ فنظلله كده. إيه يعني؟ خلي بالك من المصطلحات اللي انا بقولها عشان هتحفظك الشكل من غير ما ترجع كل شويه ايه تحفظه تاني. يبقى الفيميل راوندد والراجل شارب ايدج، دي خلاص فهمناها. المرض طابع عليه، ظاهر عليه، يبقى هنظلل الايه؟ هنظلل الشكل. طيب ديسيزد، هتروح انت عامله كده وكانك ايه؟ يعني الراجل خلاص انتهى، قفلنا عليه، راجل اهو رحنا عاملينه كده، خلاص ايه؟ اتخلصنا منه، كاننا شطبنا عليه من الوجود خالص، من الفاميلي بيديجري، كويس؟ توينز بيبقى بالمنظر ده، وطبعا ده راجل ودي ست، فده مش ايدنتيكال توين، مش كده ولا ايه؟ ايدنتيكال توين هتلاقي الاثنين ايه؟ ستات او الاثنين رجال. ادوبتد، شايف انت بين قوسين تحس كده بالايه؟ بالاحتواء، واخد بالك؟ يعني احنا احتوينا الايه؟ الراجل ده، فاحتويناه كده بين قوسين فادوبتد، يعني الراجل اللي ايه؟ او الطفل اللي احنا بنتبناه بنرمز له في البيديجري بالمنظر ده. طب الميسكارج اللي هو السقط، اللي هو لما تكون واحده حامل يعني ويحصل لها اجهاض، ها؟ نرمز له بايه؟ نرمز له بمثلث، تحس ان هو يترس رحم مقلوب، تمام؟ يعني كده قلبناه بقى ايه؟ بقى ميسكارج، عشان برضه ايه تفتكرها. يبقى في ميل افكتد ديزيز توينز ادوبتد ميسكارج، الحاجات الايه مهمه ان انت تبقى فاهم. الرقم بتاع الجينيريشن بتلاقيه على الجنب، يعني واحد هنا يبقى ده الفيرست جينيريشن، اثنين هنا يبقى ده السكند جينيريشن. الفيرست جينيريشن اتجوزوا ازاي؟ يبقى في خط ما بين الايه؟ الراجل والست، ده الماريج ايه لاين. لما يكون في دبل لاين او دبل لاينز بالمنظر ده، ده معناه ان في كون سانجويتي، ودي ده مصطلح كده في الكتاب معناه ايه؟ معناه اللي هو زواج الاقارب. يبقى في كون سانجويتي او كون سانجوينيتي ما بين الايه؟ ما بين الاثنين دول، كويس كده؟ في صله قرار. في لاين اوف ديسنت او لاين اوف ديسنت بالمنظر ده، عندي يبقى كده ايه؟ دول الاولاد راجل وهنا وهنا ست، كويس؟ يبقى فهمنا الايه؟ القصه ماشيه ازاي. تعالى بقى نطبق، ادي كده عندك بقى ايه؟ شوف فاميلي بيديجريز، اربعه فاميلي بيديجريز، والمفروض واحنا بنطبق نبقى عارفين الامراض، يعني نقدر نستنتج نوع المرض من الفاميلي بيديجري. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي ممكن نسالك عنها في الامتحان، اللي يقول لك اذكر لي بقى نوع للاوتوسومال دوميننت او نوع للاوتوسومال ريسيسيف او اكس لينكد دوميننت او اكس لينكد ريسيسيف. راجع الجزء النظري في الحته دي عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، يعني الانواع وبرضه بعض المعلومات اللي احنا كاتبينها في النص. ولكن هنا انا هركز على ازاي نوصل الى من البيديجري دي اللي ده اوتوسومال دوميننت.
دايما يقول لك ايه، يقول لك في المراجعه حتى في عندنا في الاسم او اللي هو عامه، يقول لك ما دام هو موجود في كل الجينيريشنز زي ما انت شايف كده all generations يبقى dominant، وطالما مش موجود في كل الجينيريشنز يبقى غالبا recessive، ولو affect males and females equally، والميل تلاقي كده ان في راجل ممكن ينزل من نسله واحده بنت، او واحده بنت تكون عندها المرض، لما يكون راجل عنده المرض يبقى عنده بنت عندها المرض، او ان الست يبقى عندها ولد عنده المرض، غالبا كده بتبقى العمليه جسديه ملهوش علاقه بالصبغيات الايه الجنسيه، ملهوش علاقه بالسكس كروموسوم. لكن لما يجي يقول لك ان مفيش ميل يدي ميل، يعني زي ما انت شايف هنا في البيدجري ادي واحده ست كويس كده، ادت ايه؟ ادت واحده ست وادت راجل، لكن هنا الراجل كويس كده ما اداش راجل زيه، يبقى ساعتها ايه؟ مفيش ميل تو ميل ترانسميشن. هنا الراجل، فين الراجل؟ هنا الراجل، بس هنا عشان الست ايه ديسيز فدت، لكن هنا الراجل ما اداش كويس كده، فده ميل تو ميل ترانسميشن. تمام، يبقى اذا مفيش ميل ادى ميل، يبقى موستلي لينكد. ليه؟ لان الراجل دايما الاكس واي، هو ده الراجل، والست دايما بتبقى اكس اكس، فهو لما بيبقى فيه ولد هو الذكر بيشارك بايه، او الفادر بيشارك بايه، بواي، عشان يبقى الاولاد بتوعهم عندهم اكس واي. يبقى اذا الراجل لما يشارك بواي وفي ديسيز على الاكس، يبقى عمره ما هيدي الابن بتاعه الديسيز ده، لانه هيدي له الايه الواي. كويس كده، مفهوم القصه دي؟ فساعتها نقدر نقول ان ده اكس لينكد ايه، اكس لينكد ديسيز، واكس لينكد بقى في دوميننت وفي ريسيسيف، هنعرف ازاي دلوقتي. طب لما يبقى في ميل تو ميل ترانسميشن، يعني لما تلاقي في فاميلي بتجري بالمنظر ده، ادي الايه الزوج الناحيه دي والست الناحيه الثانيه، او العكس على فكره عادي يعني، بس ايه يفضل يعني ماشي بالمنظر ده، وفي ايه وفي اولاد، والاولاد دول في منهم ادي بالمنظر ده راجل واثنين بنت وبنتين، وراجل ديسيزد والاولاد ديسيزد كويس كده، وبعدين يخلفوا يتواصلوا مع او يحصل تزاوج مع ست، فينتج عنه ان الراجل برضه اللي اتولد يبقى ديسيز. الديسيز اللي ماشي في الرجاله ده على طول ما بيوقفش، ده يبقى ايه؟ ده يبقى واي لينكد كويس كده، وما بيوقفش في البيدجري، يعني على طول بقى راجل يبدأ راجل وراجل يبدأ راجل وهكذا. تمام؟ ميل تو ميل ترانسميشن، لان زي ما اتفقنا هو هيدي هو واي، فعلى طول هيدي الراجل او ابنه واي، فاكيد ابنه هيحصل له المرض، واكيد الواي ده مش هيروح لواحده ست، فيبقى دايما ماشي ميل تو ميل ترانسميشن. تمام، ودي حاجه نادره، وزي ما اتفقنا كده في النظر اللي هي لها علاقه دايما بالسكس ديترمينيشن، ولها علاقه بالكواليتي والكوانتيتي اوف سبيرمز. لكن نرجع تاني للقصه بتاعت الايه الاكس لينكد والاوتوسومال، نعرف ازاي ان هم دوميننت او ريسيسيف، او نعرف ازاي ان ده اكس لينك دوميننت او ريسيسيف. كويس، مبدئيا كده هو الحاجه البسيطه اللي بتيجي في الامتحان اول ما موجوده في اول جينيريشن اعتبرها دوميننت، في جينيريشن فقد اعتبره ايه؟ اعتبره ريسيسيف. ماشي، في ميلز وفي ميلز، والفيميل بيدي الميل عادي، والميل لو كان ديسيز ممكن تلاقي في ميل، يعني ده بيبقى دايما ايه اوتوسوما، ملوش علاقه بالصبغات الجنسيه. لكن لما تلاقي دايما الراجل ولاده ما يبقاش، البنات بالذات عندهم المرض والولاد ما يجيلهمش المرض، زي ما انت شايف كده الراجل اهو ما فيش من ولاده الاثنين حد جاله المرض، البنات بس، يبقى الميل ما نقلش للميل اللي زيه، صح كده؟ يبقى ده ساعتها اكس لينك. برضه هنا الميل مش هينقل للميل اللي زيه الا اذا في وجود حد ديسيز، يبقى برضه ساعتها ايه؟ ساعتها اكس لينك. يبقى ما فيش ميل تو ميل ترانسميشن، يبقى ده اكس لينك. وساعتها بقى نشوف ايه؟ نشوف هو دوميننت ولا ريسيسيف. طب تعالى انا اقول لك ازاي ده بالايه، ده بالايه بال، يعني غالبا ان شاء الله يعني هتبقى سهله كده، لكن نفترض اللي هي كانت صعبه زي الايه البيدجريز اللي قدامنا دي. انا مثلا عندي هنا راجل، الراجل هنا ديسيز والست هنا ديسيز،
تمام. انا هفترض اللي كان الديزيز ده دوميننت، يبقى ايه اللي يخلي الراجل بالمنظر ده؟ يخلي الراجل بالمنظر ده لا اما ار ار، صح كده، لا اما ار ار، ماشي. واللي يخلي الست، لو نفترض اللي هو دوميننت، اللي يخلي الست بالمنظر ده لا اما ايه؟ لا اما ار ار، لا اما ار ار، كويس. طب لو احنا هنمشي اللي هو ار بالمنظر ده، يبقى انا عندي ار وفي ار سمول، في ار كابيتال وفي ار سمول، يبقى انا عندي هيبقى في ريسيسيف، مش كده؟ ولكن عندي التانيين هيبقى ايه؟ هيبقى في دوميننت، فممكن يبقى في حد ريسيسيف بالشكل ده، كويس ماشي، ولكن في هنا دوميننت. طب هنفترض ان الاثنين دول ريسيسيف، يعني هنفترض ان احنا ما نعرفش اللي ده دوميننت ولا ريسيسيف، هنفترض الاثنين دول ريسيسيف، يبقى معنى ذلك يبقى ده ار سمول ار سمول، وده ار سمول ار سمول، عشان يدي الصوره المرضيه. لكن هنا انت شايف ان في حد مش عنده المرض، او يعني فري من المرض. طب لما هو بالمنظر ده، لما هما الاثنين ريسيسيف، يبقى اكيد كل البوبيوليشن هتبقى ار ار، كلها عندها المرض، يبقى اذا ده مش ايه؟ ده مش ريسيسيف، يبقى ده دوميننت، كويس، مفهوم القصه. وده يزود الاحتماليه دي الناحيه الثانيه، لما الراجل يبقى ار ار بالمنظر ده، او ممكن ار ار والست هنا سمول، يبقى اذا في ار ار، ساعتها يبقى كل البوبيوليشن عندها المرض، ماشي، او ار سمول ار سمول، يبقى في هنا نص، وار كابيتال ار سمول، يبقى هو ده ار كابيتال ار سمول. طب لو افترضنا ان ده ريسيسيف، يبقى ده ار سمول ار سمول بيعبر عن المرض، وده ممكن يبقى حامل المرض او فري من المرض، ساعتها يبقى في ريسيسيف، كويس، وفي هنا ار كابيتال ار سمول ممكن يعبر عن ده، كويس. لكن هنا ار كابيتال ار كابيتال وار سمول ار سمول، ساعتها يبقى كل البوبوليشن ار كابيتال ار سمول، تمام. يبقى اذا مع الاحتماليات المتكرره بالمنظر ده، انت هتوصل لنقطه اللي فعلا ده اوتوسومال دوميننت، اوتوسومال عشان ميل وفي ميل، ودوميننت عشان زي ما انت شايف ان في الحته دي لو كان ار سمول ار سمول وده ار سمول ار سمول، يبقى كان ديفينتلي كل البوبوليشن عندها المرض، وهذا لم يحدث. يبقى اذا ده مرض دوميننت، وبما ان الراجل ممكن يدي راجل عادي، كويس كده، وهنا راجل وست، يعني القصه ايه؟ هي ان شاء الله اوتوسومال ايه؟ اوتوسومال دومينانت، تمام؟ طب الناحيه الثانيه بقى، الناحيه الثانيه اوتوسومال ريسيسيف، هتعرف ازاي؟ انا افترض مثلا ان ده دومينانت، يعني انا هفترض كده، انا جدلا ان ده ار كابيتال ار سمول او ار كابيتال ار كابيتال، ماشي كده؟ يبقى لو هنفترض ان ده دوميننت، يبقى ده لازم ار سمول ار سمول. لو كان دوميننت، يبقى ديفينتلي واحد من دول لازم هيجي له المرض، لان الار كابيتال مع الار سمول، تمام كده، على اسوأ الظروف، يعني لو كان اللي هو هيتروزايجس، يبقى اذا في ار سمول ار سمول مش هيبقى عنده المرض، وار كابيتال ار سمول عنده المرض، يبقى اكيد لازم واحد من الثلاثه دول هيجي له الايه؟ هيجي له المرض. لو ار كابيتال ار كابيتال ار سمول ار سمول، يبقى اكيد كلهم هيجي لهم الايه؟ كلهم هيجي لهم المرض، كويس؟ والذي لم ايه؟ والذي لم يحدث. يبقى اذا اكيد ده ار سمول ار سمول، وده ار كابيتال ار كابيتال، تمام كده؟ او اللي هو الايه؟ ده اللي عنده المرض، وده ار كابيتال ار كابيتال، يبقى اذا ار كابيتال ار سمول دايما هيبقى في ار كابيتال وفي ار سمول، يبقى معنى ذلك ان في حامل للمرض، بس ما فيش ايه؟ مرض في البوبوليشن اللي جاي، كويس كده؟ يعني ريسيسيف لازم يكون معاه ريسيسيف زي. طيب الناحيه الثانيه بقى، لو هنفترض ان ده برضه دوميننت، يبقى ده ار كابيتال ار سمول او ار كابيتال ار كابيتال، وده هيبقى ار سمول ار سمول. لما يكون دوميننت، يبقى معنى ذلك هيبقى لا اما نصهم، كويس كده، ار كابيتال ار سمول، ويبقى في ار سمول ار سمول، ار كابيتال ار كابيتال، ماشي. يعني ممكن برضه نفترض الافتراض ده، بس الناحيه الثانيه هي بتنفي هذا الافتراض، لان الار كابيتال ار كابيتال او الار كابيتال ار سمول مع الار سمول ار سمول، كان ساعتها يبقى ولو واحد بس موجود في البوبوليشن دي ايه؟ او في الجنريشن ده عنده المرض، والذي لم يحدث، تمام كده؟ يبقى اذا اختفى من جنريشن، اختفى من منطقه، يبقى ده هنسميه دايما اوتوسومال ايه؟ حاجه ريسيسيف، تمام كده؟ حاجه ريسيسيف واوتوسومال عشان ميلز وفي ميلز، تمام؟ نيجي بقى للحته بتاع الاكس لينكد دوميننت.
الاكس لينكد دوميننت هنا او الاكس لينكد ريسيسيف. انت هنا عندك الست بالمنظر ده ماشي كده، والراجل فري. فلو احنا بنعتبر ان ده يعني حاجه دوميننت، يبقى واحده بس، هيبقى يعني جين واحد كافي ان يظهر هذا المرض. وهنا هيبقى ريسيسيف او هيبقى السمول، عشان ده مش الدوميننت هنا، عشان لو كان دوميننت كان باين نفسه، فيبقى الايه السمول. وهنا هنعتبر ان في اكس اكس او ار كابيتال ار سمول دوميننت، يبقى انت بتتكلم في الاحتمال ده او الاحتمال الار كابيتال ار كابيتال. انت هنا عندك ار كابيتال ار سمول، لو هنا ادى الستات يبقى اذا لو الاحتمال رقم واحد ار كابيتال ار كابيتال، يبقى اذا كل الستات هيكونوا ايه عندهم المرض. هنا في واحده ست فري، يبقى اذا هو غالبا الار كابيتال ار سمول بالمنظر ده. وادى الار كابيتال هنا مع الار اكس ار سمول، يبقى هي دي ده الجينوتايب بتاعها. وهنا هيبقى الجينوتايب بتاعها الاكس اللي هو الار سمول ار ار سمول. كويس كده؟ كويس. بس انت هنا ملاحظ ايه؟ انت هنا ملاحظ ان الراجل ده الاولاد بتوعه هو ستات، يعني الستات هم اللي ايه؟ هم اللي عندهم المرض. ليه بقى؟ لان عشان يبقى الـ بالمنظر ده، لازم وان جين دوميننت هو السبب، ما ينفعش يبقى ريسيسيف. لان لو كان الراجل ريسيسيف كده اكس ار سمول كده بالمنظر ده، عشان الست تبقى تحمل المرض، لازم الست اللي قصاده هنا تبقى بالصوره دي، واخد بالك؟ عشان يبقى ار مع ار، فيدي الايه المرض، او على الاقل تكون حامله للايه، تكون حامله للمرض. كويس كده؟ فهنا انت ملاحظ ان الستات هم اللي ايه، هم اللي نقلوا خدوا المرض، عشان ايه؟ عشان هيبقى الراجل بيشارك باكس ار كابيتال مع اي صبغ، سواء كان سمول او سواء كان ار مع الست، يبقى ساعتها يبقى الستات بس هم اللي يكون عندهم الايه، هم اللي يكون عندهم المرض. ماشي؟ فنأكد على القصة بتاعت الدوترز من الايه، من الفادر هافينج ذا تريت بالمنظر ده. طب هنا بقى ريسيسيف، هنا ريسيسيف. ليه انت بتقول على ده ريسيسيف؟ انت شايف هنا الاول سانز اوف افيميل، انت هنا واحدة ست عندها المرض، لقيت الراجل اتنين رجالة هنا اهو، هما اللي عندهم الايه المرض. ليه؟ لان انت الست هنا بالمنظر ده ريسيسيف، فلازم تكون ايه، في نسختين ريسيسيف. كويس؟ وهنا الراجل ما عندوش المرض، فهو عنده النسخه الايه الدوميننت. كويس كده؟ طب لما تيجي تبص على الايه، على الرجاله هنا، ما هو الراجل هيشارك بالواي، صح كده؟ هو ادى الواي. طب والاكس جاي من الست، يبقى لازم ديفينتلي يبقى اللي جاي من الست هيبقى اكس ار سمول. فعشان كده كل الرجاله بيبقوا ايه من الست دي عندهم الايه، عندهم المرض، وبالتالي دي علامه مميزه لده اكس لينكد ايه، اكس لينكد ريسيسيف. كويس؟ يبقى الشروط دي لازم تكون واخد بالك منها، الاحتماليات دي تبقى انت عارف يعني نوعا ما بتعرف تعملها في الامتحان. خلي بالك دايما الجين اللي بيفقد في جينيريشن او في عائله ده بيبقى ريسيسيف، اللي بيبقى موجود ايه في العائله اللي نائله او اللي جايه من المرض دايما بيبقى ايه، بيبقى دوميننت. كويس كده؟ لما تلاقي واحد راجل بيدي الدوترز، لما يكون يصاب بيدي كل الدوترز اللي عنده المرض، يبقى ده اكس لينك دوميننت. لما تلاقي واحده ست بتدي الرجاله ولادها، هي عندها المرض بتدي الرجاله ولادها، يبقى ده اكس لينك ريسيسيف. كويس كده؟ راجل ماشي في البوبوليشن عمال يوزع، يبقى ده واي لينك. ده باختصار شديد يعني. راجع طبعا الايه الشروط دي، وحاول تعمل كده تبديل وتوفيق زي ما احنا عملنا، عشان يبقى انت برضو عندك فهم للايه القصه. ولكن الملخص زي ما قلنا، كل الجينريشنز دوميننت، واحده من العائلات او جينريشن في عيله فقد يبقى ريسيسيف، الدوترز اوف ا فادر يبقى ده اكس لينكد، السانز اوف ا ماذر يبقى ده اكس لينكد ريسيسيف، والدوترز اوف ا فادر اكس لينكد دوميننت. تمام؟ في الاخر خالص بقى الميتوكوندريال انهيرتنس. الميتوكوندريال انهيرتنس عنوانه في البيدجري، اول ما يجي في فادر بيتوقف انتشار المرض. يعني دايما انت شايف هنا ادي الست اتجوزت راجل، هتلاقي الاولاد عندهم،
والاولاد كلهم، عشان هي الست بتنقل. ليه الست بتنقل الميتوكوندريا مايتوكوندريال ديزيزز؟ لان الاوفم زي ما احنا عارفين هي الحاجه الوحيده اللي فيها ميتوكوندريا. الفادر بيشارك بالسبرم، والهيد اوف سبرم اللي بتدخل في تكوين الزيجوت ما بيبقاش فيها ميتوكوندريا، كويس كده؟ يبقى لما الراجل يتجوز واحده ست والست ده عندها المرض، هتدي الميتوكوندريا بتاعتها لكل الافراد بتوع العيله بتاعتها، صح كده؟ طيب لما نيجي بقى نبص الراجل، الراجل هنا مش هيورث الميتوكوندريا بتاعته، فالمرض يتوقف هنا. هنا ست انتقل المرض، هنا راجل توقف، هنا ست انتقل. لما نيجي نبص على البيدجري الثانية، ادي ست انتقل لكل، لكن الراجل هنا توقف، لكن الست هنا نقلت، الست هنا نقلت قدرت تنقل، كويس كده؟ تمام. يبقى اذا بوث ميلز اند فيميلز ار افكتد، بس الترانسميشن منين؟ من الست، دايما من الست، لان ده زي ما قلنا كده الميتوكوندريا في الام. طب لو في راجل جاله المرض والست سليمه ما يكملش، راجل جاله المرض ما يكملش، راجل جاله المرض ما يكملش في العيلة بتاعته، لأن مش هينقل الميتوكوندريا في السبيرم في الزيجوت، تمام؟ طب هنا في ملاحظة، إيه الملاحظة؟ لو أنت شايف إن البيدجري نمبر 1 هتلاقي الست نقلت للأفراد بتوعها، والست هنا نقلت للفردين بتوع العيلة، لكن هنا الست نقلت إيه؟ لفرد واحد والفرد التاني ما ظهرش عليه الأعراض قوي. هنا نقلت لفردين والفرد الثالث ما ظهرش عليه الاعراض. هنا بقى نيجي لحته ايه؟ لحته حاجه بنسميها كده في النظري هيترو بلازمي، تمام كده؟ او هومو بلازمي، كويس كده؟ يعني ايه؟ يقول لك لما كل انواع الميتوكوندريا اللي جوه الخليه واحده، سواء كان الانواع دي نورمال او سواء كان الانواع دي كلها اب نورمال، كويس كده؟ دي بنسميها هومو، يعني كلها الميتوكوندريا كلها شبه بعضها. والهومو بلازمي لما يكون اب نورمال ده الموست سيفير، ده بيبقى الاكسبريشن، المصطلح بتاع الاكسبريشن اوف ديزيز بيبقى عالي جدا. لكن لما بيبقى فيه هيترو بلازمي، يعني فيه اب نورمال ونورمال، نورمال اند اب نورمال في نفس اللحظه، ساعتها المرض الصوره بتاعته بتختلف، وبتعتمد على ايه؟ على عدد الابنورمال. كل ما زاد الابنورمال كل ما كان المرض مور سيفير. طب لو كان النورمال اكتر، ساعتها ممكن المرض ما يبقاش ايه، ما يوضحش نفسه قوي، زي ما انت شايف كده في الايه، في الجينريشن اللي هي رقم 3، تمام؟ المرض انتقل لواحد بس التاني ما كانش ايه، ما كانش بالكميه قوي، كان يعني عدد من الميتوكوندريا ابنورمال، بس النورمال كان كافي ان هو يعوض الديزيز بتاع الابنورمال، فما حصلش ايه، فما حصلش فينوتايب، تمام؟ يبقى دي رقم ايه؟ رقم 2 من انواع الوراثه اللي احنا قلناها، ودي كده يعني او رقم 4 أو 5 من البيدجريز اللي احنا درسناها، ونقدر نقول كده خلاص يعني دي الانواع اللي انت ممكن تشوفها، وفي الامتحان باذن الله هيجي ابسط من كده بكتير كمان. نراجع تاني في بعض المصطلحات لازم نكون عارفينها. بعد شوية قلنا السيمبلز لازم تكون برضو ايه ولم بيها، وبعد كده فهمنا ازاي نوصل للنوع بتاع الانهيرتنس، سواء كان اوتوسومال دوميننت اوتوسومال ريسيسيف او اكس لينك دوميننت او اكس لينك ريسيسيف، وخدنا النوع الاخير من الانهيرتنس والميتوكوندريال انهيرتنس.